احنا موجودين في مالطا في ميناء مالطا على سفينة Proactiva Open Arms الإسبانية للإنقاذ. شركائنا في آخر سنتين ونص في اليونان بعد ما توسعوا في آخر سنة بلشوا يشتغلوا كمان في المتوسط إقبال شواطئ ليبيا. احنا هاي أول مهمة لإلنا وقررنا ننضم لإنهم نوسع شغلنا كمان خارج اليونان لتقديم المساعدات النفسية، لأن من واجبنا إنه نكون هون لأنه آلاف الناس عم توصل حاليا عن طريق ليبيا لشواطئ مالطا وإيطاليا ولسفن الإنقاذ، وقررنا إنه كمان نكون على هاي السفن وكمان نقدم الدعم النفسي والاجتماعي وكمان الترجمة والمساعدة الإنسانية. راح نكون بحاول بشكل يومي إنه نطلع فيديو قصير عن المهمة وعن اللي بيصير معنا، وبتأمل انه تكملوا في دعمنا وبمساعدتنا قديش ما بتقدروا، لانه صراحة بدون دعمكم في اخر سنتين ونص هاي المجموعة وهاي الفكرة اللي اسمها Humanity Crew ما كانتش موجودة. شكرا.